أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نور سات وتلفزيون تيليلومير، ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. البابا فرانسيس في رسالته إلى المرضى: كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. الكنيسة المارونية في الأردن وفلسطين تحتفل بعيد القديس مارمارون. جامعة آل البيت تنظم ندوة حول دور الدين في الوئام الأسري والمجتمعي. الحكومة الأردنية تعلن عن إنهاء إجراءات كورونا بشكل تدريجي. كنيسة ومزار سيدة الجبل في عنجرة ضمن حلقات كنيستي. وفيها أيضاً على خطى السينودوس عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. بمناسبة يوم المريض العالمي 30 الذي صادف يوم 11 من الشهر الحالي، وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى المرضى تحت عنوان كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم، داعياً فيها الشفاء لهم وطالباً منهم أن يعيشوا حياتهم ويقدمون ذواتهم لله من قلوبهم. وقال: إن خبرة المرض تجعلنا نشعر بأننا ضعفاء وبحاجة للآخرين، مشيراً قداسته إلى أن الجائحة تدعونا إلى التفكير في أنواع أخرى من الأمراض التي تهدد البشرية والعالم. وأوضح أن عدم المساواة بين الناس تكشف أن البعض يتمتعون بخدمات متميزة، فيما يجد كثيرون آخرون صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية. وختم قداسة البابا كلمته بالقول: إن يسوع سيمر بالقرب منكم من خلال سر القربان المقدس ليظهر لكم قربه ومحبته، فسلموه عذاباتكم وآلامكم وتعبكم، واتكلوا على صلوات الكنيسة التي ترتفع من جميع أنحاء العالم نحو السماء من أجلكم، وإن الله لن ينساكم أبداً. وسط أجواء من السكينة الروحية، احتفلت كنيسة مارشر بالمارونية في عمان بعيد مارمارون، وذلك خلال قداس إلهي ترأسه راعي الكنيسة الأب جوزيف سويد، بمشاركة المطران جوزيف جبارة مطران الروم الملكي الكاثوليك في الأردن، والنائب البطريركي للاتين في الأردن الأب جمال خضر، والقائم بأعمال السفارة البابوية في عمان المونسنيور ماورو لالي، وراعي الكنيسة الأسقفية العربية القس فايق حداد، وجمع من الكهنة والرهبان والشمامسة، وبعض المسؤولين الرسميين، وعدد من أبناء الرعية والضيوف. وقد أحيت ترانيم وأناشيد القداس الجوقة المارونية بأجل ألحان السريانية الجذابة. وخلال القداس الإلهي تليت النوايا ورفعت التقادم الرمزية التي تشير لتماسك الكنيسة حول مذبح الرب. لا أخاف سوءا لأنك معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراعي، خصيلة يكيلني وبياها جدودنا بهالشرق كانوا الخميرة، كانوا الملح، كانوا النور. كتير مرات سمعتوا فيهم هالكلمات، كانوا علامات خارقة وفارقة. وكمان شبيبتنا ورجالاتنا اليوم مدعوين، انتم كلنا سوا مدعوين نحافظ على روح رسالة يسوع بقلوبنا، والشعار اللي سلمنا إياه قداسة الحبر الأعظم البابا الكبير يوحنا بولس الثاني القديس، لمن قال عن لبنان: لبنان أكثر من وطن هو رسالة. واسمحوا لي زيد أضيف: مسيحيي هالمملكة عليهم أن يكونوا حبر الرسالة. لذلك دعوتكم كبيرة إخوتي. كتار سألوني شو بهن مسيحيي لبنان؟ جوابي كان بسيط جداً: مسيحيي لبنان تآمروا عليهم كتار، دياب كتار حطوا عينهم على هالوطن، حبوا يمصوا دمه، بس ما لازم نخاف. الرب قالنا: ما تخافوا أنا معكن،
وأنا على ثقة إخوتي إنه شبابنا ورجالاتنا مستعدين يرجعوا ينفضوا الغبار وينتفضوا ويحصنوا بيتهم وكنيستهم وحياتهم. في المدينة المقدسة وبمناسبة عيد مارمارون شفيع رعيتي، أحيت كنيسة مارمارون قداساً إلهياً ترأسه المطران موسى الحاج راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة للموارنة، بحضور كل من السفير البابوي والقنصل الفرنسي في القدس، ولفيف من الأساقفة والرهبان والراهبات والعلمانيين وحشد من المؤمنين. وبعد قراءة الإنجيل المقدس دعا المطران الحاج في عظته إلى الاقتداء بالقديس مارون الذي عاش في حقبة زمنية تملأها الاضطرابات، حيث كان مدرسة للصلاة والمحبة، كما دعا إلى الصلاة لشفاء المرضى في العالم، وأن يعم الأمن والسلام ربوع لبنان، وأن يعيش الجميع بوئام وعيش كريم. بمناسبة أسبوع الوئام بين الأديان، نظمت مديرية أوقاف محافظة المفرق لقاء حاشدا بجامعة آل البيت، حضره محافظ المفرق ورجال دين إسلامي ومسيحي وجمع من موظفي الدوائر في المحافظة وأبناء المجتمع المحلي. إلى التفاصيل. بمناسبة أسبوع الوئام، نظمت كلية الشريعة بالتعاون مع المركز الثقافي الإسلامي بجامعة آل البيت والمركز الأردني لبحوث التعايش الديني ندوة علمية بعنوان دور الدين في البناء الأسري. شارك فيها كل من الأب نبيل حداد مدير مركز بحوث التعايش الديني والدكتور حمدي مراد المحاضر في جامعة العلوم الإسلامية والدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين والدكتور محمد الشريفين من كلية الشريعة، وذلك في قاعة الإمام مسلم بجامعة آل البيت. الأب نبيل حداد في كلمته بالندوة قال: ما أجمل أن نكون في الجامعة، وما أجمل أن نكون في المفرق وفي بيت من بيوت آل البيت في هذا الوطن المقدس المبارك، وقد أتينا اليوم ومفرقنا يتحدث عن وئام إسلامي مسيحي يعجز الآخرون عن تقليده. نأتي إليكم أيها الأخوات والإخوة وفي قلبنا حب لرسالة حملها هذا الوطن، هي رسالة الوئام، وجئنا نتحدث في أسبوع الوئام، الأسبوع الأول من شهر شباط الذي كان مبادرة أردنية هاشمية خرجت من رحم أم الوثائق اللي هي رسالة عمان. رسالة عمان في عام 2004 صدرت، كتبها ثلة من علماء المسلمين بحبر هاشمي، هاشمي هاشمي هذا الحبر كان، ونشهد أن هذا الحبر هاشمي إسلامي يحمل حضارة عربية إسلامية. هذه الحضارة أجدادي غساسنتنا كانوا مساهمين فيها. الدكتور حمدي مراد استشهد بحديثه بآيات كريمة وأحاديث نبوية شريفة لا يؤكد على أن منهج الوئام منهج شامل بعيد عن الأنا والإقصاء للآخر، بل هو جامع لأنه مبني أساسا على فسح المجال كاملا للقلب والروح. إذن هذه حقيقة المسار الإلهي الذي يسعى ليكون الناس أسرة واحدة ضميمتهم هذه الأخلاق العالية التي تتناسب مع العبودية بين هذا العبد وخالقه سبحانه وتعالى، وترقى إلى مسار القول السديد والعمل الصالح، وتتمازج معها العلاقات ضمن المقولة الدين المعاملة، وهي جزء لا يتجزأ من المنهج الرباني. الأستاذ الدكتور محمد الشريفين بيّن بأننا في الأردن نفخر بقيادتنا الهاشمية التي تؤمن بوجود شعب واع لا يسير خلف من اختطفوا الدين
وهم قلة ولا تأثير لهم. لو تمعنا في أي دين لوجدنا أن وظيفة الدين أربعة أشياء، خاصة إحنا بنتحدث عن الأديان السماوية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام، ونفخر بالأردن أيها الإخوة. حقيقة لا مجاملة، أنا أحس بالدفء الكبير جدا في هذا الحديث. نفخر أنه في عندنا قيادة هاشمية بتأكد إلنا دائما مع وجود شعب واعي في هذا الميدان، لا ينظر ولا يسير خلف أولئك الذين اختطفوا، خلف القلة الذين حاولوا اختطاف الدين. وإن شاء الله ربنا تعالى بقدرنا على أن نكون مخلصين لله تعالى أولا، ثم مخلصين لهذا الوطن. الدكتورة باسمة السمعان تحدثت من جانبها عن دور الإعلام الفاعل والمهم في الحفاظ على الأسرة، وكيفية نظرة الإعلام إلى النقاشات التي تتم على وسائل التواصل الاجتماعي، مبينة أن الرسائل التي تم توجيهها عبر هذه الندوة ما هي إلا ترجمة لنهج الهاشميين وإيمانهم بالوئام ومحبة الآخر بغض النظر عن معتقده. الإنسان داخله موجود بذرة الإيمان بالآخر ومحبة الآخر، لكن تأثير المجتمعات هي اللي بتأثر على الإنسان وقراراته. فهو قرار إنساني، قرارك أنت تحب الآخر دين أو معاملة، أو قرارك أنت كشخص، كشاب، كفتاة، كامرأة، كأم تحب الآخر. إحنا في الإعلام غير مسامحين إذا أثرنا موضوع يثير الفتنة الدينية، غير مسامحين، بتسكر الموقع تماماً. نحن نحاسب الجرائم الإلكترونية كصاحبة موقع أو كمحطة فضائية، نحاسب على التعليقات أيضا. إذا تم عدم حذف التعليقات المسيئة وخليناها، نحن نحاسب عليها كأصحاب موقع، مع أنه إحنا ما عندنا ذنب. الناس كيف تفاعلها على المواقع، وياما تجرجرت بعض المواقع الإخبارية للمحاكم وللقضايا والجرائم الإلكترونية نتيجة هذا التعدي على الآخر. عميد كلية الشريعة الأستاذ الدكتور أحمد القرالة بيّن أنه إن كانت الأسرة على قدر كبير من التماسك والاستقامة صلحت شؤون المجتمع واستقامت أموره، وهذا لا يتحقق إلا بالوفاق بين الزوجين، وامتد ظله على باقي أعضاء الأسرة، فأصبح جو الطمأنينة والاستقرار هو السائد في الأسرة، بما يحقق الراحة النفسية لأفرادها. نسعى دائما لبناء منظومة القيم. أنا عندي شخص يكون مسيحي ولا يصير ملحد، لا يبقى مسيحي أحسن ما يكون ملحد، لأنه على الأقل المسيحية هي عبارة عن منظومة قيم، منظومة قيم. فاحنا بنحاول خلال هذه اللقاءات، واحنا كنا حريصين انه ما يكون عباره عن لقاء اعلامي، لا احنا ما بدنا نجامل ولا بدنا نحاول نظهر انه احنا تعايش. هذه القيم اللي موجوده بمجتمعنا قيم اصيله. دخل علينا فكر غريب حكى عنه الدكتور الابونا، انه اختطفوا حقيقه الدين وحاولوا يزرعوا في مجتمعاتنا هذه الكراهيه تجاه الآخر. أنا أحيانا بحزن لما أحيانا التنوع بيزول من المجتمع. دائما هذه باقة الزهور أمامك، وجمالها بتنوعها، جمالها بتنوعها. التنوع هو اللي بيضفي الجمال على 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 المجتمع. لا يمكن تستقيم المجتمعات برأي واحد أو بطبيعة واحدة أو بشخصية واحدة. مساعد عميد كلية الشريعة الدكتورة عبيرة ليلان أوضحت بأن هذه الندوة تهدف إلى تنوير وتثقيف الشباب لفهم سماحة الدين، مؤكدة على أن الوئام بين الأديان له دور كبير في ترسيخ مبادئ الإسلام القائمة على اليسر والسهولة والتسامح واحترام الآخر. وفي نهاية الندوة التي أدارتها الدكتورة ليلان من كلية الشريعة وحضرها نواب عميد كلية الشريعة وحشد من المجتمع المحلي من كلا الجنسين، أجاب المنتدون عن أسئلة الحضور واستفساراتهم. بمناسبة عيد دخول السيد إلى الهيكل، ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي والغروب الاحتفالية، حيث أقيم بهذه المناسبة المجيدة زياح لأيقونة دخول السيد إلى الهيكل،
جرى نقلها بموكب مهيب من كنيسة دير القديس نكتاريوس إلى كنيسة دخول السيد إلى الهيكل الصوفية بعمان. شارك في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وجمع من أبناء الرعية. وفي العراق شارك غبطة البطريرك رفائيل ساكو في ندوة أقامها مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية بمناسبة أسبوع الوئام بين الأديان. حضر الندوة نخبة من الأكاديميين ورجال دين مسلمين ومسيحيين، وحشد كبير من المسؤولين وأبناء المجتمع المدني. وفي كلمته شدد غبطة البطريرك ساكو على أهمية الخروج من النظريات والأفكار إلى التطبيق العملي في احترام المواطنين والمساواة بينهم، لأن هناك تهميشاً وإقصاءً وظلماً سببه الخطاب الديني المتشدد، داعياً إلى معالجته على أرض الواقع من خلال تغيير المناهج التعليمية والخطاب الديني المنفتح. ضمن التغطيات المستمرة للكنائس والمؤسسات الدينية والأماكن التاريخية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، توجه فريق نورسات الأردن في وقت سابق إلى بلدة عنجرة التابعة لمحافظة عجلون، وزار فيها كنيسة ومزار سيدة الجبل، حيث التقى الفريق هناك راعي الكنيسة الأب يوسف سلامة الذي تحدث عن تاريخ الكنيسة ومزارها من خلال هذا التقرير. محافظة عجلون تقع شمال غرب الأردن، تتميز بتضاريسها وطبيعتها الجبلية المتباينة الارتفاع وبغاباتها ذات الأشجار الحرجية الكثيفة. تتمتع بطقسها المعتدل الجاذب للسياحة المحلية والعالمية. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. نصل اليوم في سلسلة حلقات كنيسة لبلدة عنجرة التابعة للمحافظة لنسلط الضوء على كنيسة ومزار سيدة الجبل للاتين. فهذه الكنيسة تأسست عام 1932، أقيمت على أنقاض كنيسة أثرية قديمة تعود إلى القرن الرابع الميلادي. تجولنا داخل الكنيسة المزينة بمراحل درب الصليب المرسومة على جدرانها، وبجانب جرن المعمودية وجدنا مجموعة من ذخائر القديسين من الدرجة الأولى لينال منها المؤمنون وأبناء الرعية البركة والشفاعة. تعاقب على خدمة الكنيسة ورعيتها العديد من الكهنة، منهم الأب يوسف سلامة راعي الكنيسة الحالي ويتبع رهبنة الكلمة المتجسد. حدثنا بإيجاز عن بدايات تأسيس الكنيسة وتاريخها العريق ومزارها المقدس الذي يحج إليه الآلاف من المؤمنين كل عام لينالوا بركة سيدة الجبل العذراء مريم. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. عنجرة مذكورة في الكتاب المقدس باسم المصباح في العهد القديم في سفر الملوك، وبحسب التقليد تقليد الكتاب المقدس انه يعقوب مر من هنا من عنجرة من عندنا، وكمان الملك داود اجى على عنجرة. بحسب التقليد الكنسي المسيح هو العذراء مريم اجوا على عنجرة بعد العمات في نهر الأردن، لأن احنا عارفين الكتاب المقدس انه المسيح بشر في العشر مدن، فبعد ما تعمد في نهر الأردن طلع على عنجرة عشان خاطر يكمل على جرش وفيلادلفيا. والكنيسة اسمها سيدة الجبل لأنه بيحكي كمان التقليد انه لما اجى المسيح اجت معاه مريم
وكانوا بيقعدوا هون على تلة الجبل وبيشوفوا الناحية الثانية من الضفة. مريم كلمة عبرية بالعربي سيدة، سيدة الجبل. الكنيسة اتبنت تقريبا سنة 1925. كان دائما في مسيحيين في عنجرة. اجا الخوري، اول خوري كان ابونا انجلو، هو ايطالي، هو اللي بنى الكنيسة. وابونا انجلو اتوفى في عنجرة هو وامه، ومدفونين هما الاثنين عندنا في الدير. مزار سيدة الجبل المجاور للكنيسة تأسس من قبل الاب المرحوم يوسف نعمات، أحد كهنة البطريركية اللاتينية، كتكريم منه للسيدة العذراء، حيث يعد ضمن أهم المواقع الخمسة الرئيسية التي اعتمدها الفاتيكان لتكون وجهة للحجاج المسيحيين القادمين من كافة أنحاء العالم. بس يمكن يكون أهم شيء عندنا في المزار هو تمثال مريم، تمثال العذراء مريم. هاي التمثال عمره تقريبا 200 سنة، مصنوع في إيطاليا. سنة 2010 واحدة من الرهبات مع أولاد المدرسة كانوا بينظفوا المزار زي دايما، شافوا إنه التمثال بيغض الوش، بيغض شوية طبيعة بشرية وبيبكي دم. الرهبة بدأت تمدح الناس من برا عشان يجوا يدخلوا يشوفوا. الأولاد فضلوا يشوفوا التمثال ويصلوا. ناس كتير شافت الدم وهو موجود نازل على وش العذراء. عملنا التحليل، معروف إنه دم بشري، دم طبيعي بشري 100%. ما عرفناش التفاصيل بالضبط، بس من هاي اللحظة وناس كتير بتيجي هون، وناس كتير بتيجي تصلي، وكتير بتحصل معجزات. احنا كل اسبوع او كل شهر بنسمع عن قصة جديدة من حد كان مريض وشافي بشفاعة العذراء. بيجي ناس كتير، مش بس مسيحيين لاتينة او كاثوليكة او ارثوذكس، بيجي كمان من كل الديانات تقريبا، بيجي هنا على المزار يصلوا عند العذراء ويقعدوا. خدمتي في الكنيسة تقريبا من 4 سنوات. شغلنا مع الرعية في القداس اليومي والسجود، والقداس في المزار كمان في الأعياد، ويوم الجمعة بنصلي دائما قداس هون. حاجة تانية في المزار مهمة، انه كانت السنة الماضية سنة 2017 سنة الرحمة، البطريركية اختارت كمان انه عنجرة يكون فيها باب للرحمة. فهي السنة استقبلنا كمان كتير ناس مسيحيين حجاج، كان كله بيجي وبيعترف وبيصلي القداس وبياخد بيحصل على الغفران اللي هو كان سنة الرحمة. في عندنا كمان الايقونات، هدول رسمهم فنان بريطاني، وهو حب يظهر حياة المسيح على ضوء أسرار المذبحة الوردية. فبنشوف أسرار المجد، أسرار الحزن، في كمان هنا أسرار الفرح وأسرار النور. فلما بيجي السائح أو بيجوا الحجاج، دايما أول حاجة بيعملوها بيصلوا عند العذراء بيولعوا شام. ودايما الناس بتيجي هون بيكون دايما في نعمة خاصة، دايما الناس بتحكي إنه في نعمة، في حاجة لمستهم. ومش بس كمان المعجزات بتحصل على مستوى الأردن، لكن كمان في ناس برا، مجرد إنهم عندهم الصورة بتاع سيدة الجبل أو بيصلوا الصلوة، مرات بيطلبوا إن إحنا نولع لهم شامعة، ودايما بيكون في إشي فوق طبيعي بيحصل، في معجزة بتحصل. في تعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيسة ضحنا يسوع الرقيق. تعود أهمية مزار سيدة الجبل تاريخياً بأن السيد المسيح ووالدته القديسة مريم قد أمضوا فترة وجيزة في أحد كهوف عنجرة، وكان السيد المسيح وتلاميذه يتنقلون بين مدن أورشليم وصولاً لنهر الأردن مروراً ببلدة عنجرة. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق.
في الأراضي المقدسة رعى المتروبوليت فينيديكتوس الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس في بيت لحم حفل وضع حجر الأساس لإنشاء المركز التجاري الرياضي الثقافي في بيت جالا وافتتاح مبنى البلدية في ذات المدينة. حضر الحفل عدد من الآباء الكهنة ومسؤولي وممثلي الأجهزة الرسمية والأمنية والمؤسسات المحلية وحشد من مواطني المدينة. وسيعمل هذا المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة على رفع مستوى بلدة بيت جالا وازدهارها وتطويرها، إضافة إلى أنه سيساعد على خدمة شابات وشباب المنطقة وعائلاتها وخلق فرص عمل لأبناء محافظة بيت لحم وضواحيها، علاوة على أن هذا المشروع الحيوي سيسهم بتحسين الوضع السياحي والتجاري في البلاد. أكدت الحكومة الأردنية أنها بصدد الإعلان المتدرج لإنهاء الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا، ومن ضمنها تقليص عدد الفحوصات اليومية والانتقال إلى مرحلة التعايش مع الوباء بأوضاعه المختلفة، إضافة إلى عدم وضع إجراءات تقييدية على أي قطاع من القطاعات وخصوصا القطاع السياحي. وأوضحت الحكومة على لسان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن هذه الإجراءات المنتظرة وخصوصا المتعلقة بفحص PCR ستسهل من حركة وصول السياح إلى المملكة وخصوصا المتعلقة بفحص PCR، لا سيما أن المملكة أصبحت في مرحلة آمنة من مواجهة هذا الوباء. الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. انتقل إلى الأمجاد السماوية سعادة العين ميشيل حمارنة عن عمر يناهز 86 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز. وقد ترأس المرحوم عدة مناصب هامة في المملكة، ومنها أمين عام وزارة السياحة والأثار، ومدير لمكتب سمو الأمير الحسن بن طلال، وعضو في مجلس الأعيان الأسبق، ومدير للمعهد الملكي للدراسات الدينية، وغيرها الكثير من المواقع الهامة. هذا وفي وقت سابق أجرت فضائية نورسات وضمن برنامج قامات وطنية لقاء مع المرحوم الأستاذ ميشيل حمارنة، وهذه مقتطفات من اللقاء الذي أجرته الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية للفضائية في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين. دعنا نعود للوراء ونسألك عن نشأتك الأولى، طفولتك، بيتك، دراستك منذ الابتدائية حتى وصلت الجامعة الأمريكية في بيروت، هيك بموجز استعرض فيها حياتك من بداياتها. يا ستي أنا مثل ما ذكرتي من مادبة، وفي ذلك الوقت عم نحكي احنا على الأربعينات من القرن الماضي، لم يكن في مادبة إلا مدرستين، واحدة للحكومة وكانوا يسموها مدرسة معارف، وهاي كان الصفوف فيها للرابع ابتدائي فقط. وفي مدرسة لكنيسة اللاتين. أنا من الأرثوذكس المسيحيين، فما كانوا اللاتين يقبلونا لا الأرثوذكس ولا يقبلوا الطلاب المسلمين. سبب أنه ما عندهم مكان كافي لأولادهم، يعني أولاد طائفتهم. لذلك بعد هيك كان لازم واحد يروح لعمان أو موقع آخر. صدف أنه جاءت مجموعة دينية أمريكية وفتحوا مدرسة في مادبة، اسمهم الألاينس، كنيسة الاتحاد، وهاي خرجتنا من الصف الثامن ابتدائي. بعد ذلك لازم نروح إما لعمان أو للكرك أو للسلط، هاي مدارس المتوفرة اللي موجودة للتعليم للثانوية. للثانوية هلا انتقالك من الدراسة الجامعية والدراسات العليا كمان كملت في بوسطن في أمريكا في تخصص برضو بالاقتصاد. لا في بوسطن كانت بعثة حصلت عليها في مجال كانوا يسموه ماس كوميونيكيشن اللي هو إعلام. إعلام ماس كوميونيكيشن، بس كان أوسع من الإعلام كإعلام، كان يدخل فيه أيضا الإحصاء. أيوة. لأنه الإحصاء مهم جدا طبعا لمعرفة وين تروحي في الإعلام. يعني تروحي بهذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه، بدي أعرف الكلاينتيل تبعي مين هو. فدرست ببوسطن ماس كوميونيكيشن. ماس كوميونيكيشن. بعد ذلك طبعا رجعت للأردن. واشتغلت بعد الرجعة في وزارة الإعلام. كنا بمهرجان جرش، أنا كوني بالإعلام
بالسياحة كنا نشتغل بجرش أيضا. مهرجان جرش. بدأ مهرجان جرش وبدأت وزارة جامعة اليرموك. والصحيح أنه جامعة اليرموك كان في حينها الرئيس هو عدنان بدران، الله يكون معه دائما. نعم. هذا رجل نبيه، عمل مهرجان، والمهرجان عبر الزمن أصبح شو بدي أقول لك مطلب للفنانين العرب. نعم طبعا. يعني ماجدة الرومي لما نعم. قالت له في أحد التصريحات تبعها أنه أنا بعد أن كنت أنه أنهفي يعني ما حد يسمع فيي طلبني مهرجان جرش. نعم. ومهرجان جرش أخذها من يدها وقفوا على مهرجان جرش يعني فنانين عظماء. فهي يعني ست فيروز كمان. هل كنت تتمنى أنه يعني إن كانت في الدراسة أو بالعمل أو بطموح أو حتى بهواية يعني أنه كان كنت ممكن تعمل شيء وما عملته خلال الفترة الجاية؟ لا أبدا، زي ما ذكرت لي كانت الأمور هيك تنوضع أمامي وأنت تمشي معها وأنا أمشي معها. نعم. يعني ما كان إلي خيارات. نعم. وبعتقد أغلب الناس ما عندها خيارات. نعم. الناس تفرض عليها الحياة طرق ومسالك. إذن أنت مش نادم على شيء؟ لا والله لا لا، الحمد لله أنا سعيد والحمد راضي. أنا بتعجبني كلمة، كلمة الرضا. راضي الرضا. نعم. الإنسان الذي يرضى مرضي. نعم. يقبل كل شيء في الدنيا. جميل. يعطيك الصحة دكتور. يعني أنت كمان. لا لا بسيطة. آسف لكن لا لا يعني لا. الحياة صعبة ترى. في كنت بتذكر أنا اختياري مثل من طرازي يظلوا يصلوا لله انه خذني. لا طبعا صعب كثير هذا. صعب. يعني الانسان يطلبه لنفسه. خاصه بعد عطاء وعمل ومسيره. خلاص مسيره روحوا. انا بقول انه الاردن يجب اهله انهم يحموه وما يتركوا حمايته فقط للاجهزه الامنيه. احنا في الاجواء الصعبه اللي بنعيشها في عالمنا اظن كل مواطن يجب ان يكون خفير، لانه هذا التعب الطويل للشعب الاردني يجب ان لا يذهب هباء ويجونا كم من واحد معتوه ويكسر لي جرش ويخرب لي البترة. يعني بدنا نكون كل مواطن خفير، وانا لا أجد مبرر أمام كل الذين يجدوا مبررات للعنف والإرهاب. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة بعنوان على خطى السينودوس. وقد استضاف البرنامج في الاستوديو الأب مودي هنديلي كاهنة رعية مار الياس للروم الكاثوليك، حيث تحدث الضيف عن معنى السينودوس وكيف نشأ ومن يشارك به وأثره على الكنيسة والمؤمنين ودعوة الرعية إلى الالتزام بنصوص وتعليمات السينودوس الذي سيجعلهم مستقبلاً يعيشون براحة في حياتهم الإيمانية. فإلى هناك. اليوم الموضوع المطروح حتى لا نكون مغيبين عن عمل الكنيسة، حتى لا نكون جاهلين في موضوع السينودوس وماذا يطلب السينودوس الأبرشي عام 2023. ما نضلنا بس هيك عم نتفرج وما قلناش خاص. لا، انت وانتي وهم وهناك بكل العالم اللي بيتبعوا الكنيسة الروما عم بيشتغلوا على موضوع السينودوس، واحنا هون بالشرق عم نشتغل على موضوع السينودوس. نعم، عملنا افتتاح لسنة السينودوس، وانا ابونا مش تقصير من الكهنة او، لكن عم بشوف انه العمل مش جاري على قدم وساق زي ما بنسمع من باقي الدول، مع انه نورسات طرحت كتير مواضيع تشرح عن السينودوس وتشرح عن رؤية قداسة البابا في هذا الموضوع، لكن الآن احنا في مرحلة العمل. بداية نبدأ بالشعار ومعنى كلمة سينودوس، شو رأيك؟ أكيد أكيد، زي ما تفضلتي شباب نحطها على الشاشة. دكتورة، الكنيسة ليست غريبة عن العالم، تدخل في الشؤون الزمنية لإيجاد حلول موافقة. نعم. فبين الكنيسة والعالم في تفاعل مستمر.
صلاة يسوع الكهنوتية اللي صلى من أجل نفسه أتم العمل اللي أوكل إليه من قبل الآب، أيضا السيد المسيح صلى من أجل تلاميذه. قبل شعار السينودوس إحنا أمام حدث نعمة، نعم، وعملية يصفها قداسة البابا بأنه عملية شفاء يقودها الروح القدس. نعم. إحنا مش أمام مؤتمر كنسي أو مؤتمر دراسي أو مؤتمر سياسي. الكل يتساءل، نسأل أنفسنا حول ما يريد الله أن يقول لنا، نعم، في هذا الوقت وفي أي اتجاه يريد أن يقودنا. فهاي المسيرة المشتركة للعلمانيين والرعاة، وبها استشارة شعب الله لكي تتم العملية السينودوسية من خلال الإصغاء. فالشعار منشوف الشعار كتير ما تطرقنا له بشروحات، من بين الشعار منشوف شجرة، نعم، كبيرة مليئة بالحكمة والضوء. منشوف هاي الشجرة بتوصل للسماء، فيها علامة حيوية عميقة على الأمل، وبنفس الوقت هاي الشجرة تعبر عن صليب المسيح، وفوق الشجرة الإفخارستية قربان الأقدس تضيء كالشمس، وفي فروع أفقية مفتوحة مثل اليدين أو أجنحة تشير في الوقت نفسه إلى الروح القدس. حلو. إذا نزلنا تحت الشجرة منشوف هذا الشعب ليس ساكن، شعب متحرك. نعم. وهي إشارة مباشرة إلى أصل كلمة سينودوس، السير معا. نعم. فالأشخاص متحدين بديناميكية مشتركة بتمتعوا بها من خلال شجرة الحياة، ومن خلالها بيبدأوا بالمسيرة. إذا منشوف الأشخاص 15 نموذج أمامنا بتلخص الحالات الحياتية، الأجيال، الأصول، ومليئة بالألوان الزاهية، والألوان بتعبر عن علامات الفرح. نعم. وتسلسل هالأشخاص جميعا إلى المستوى نفسه، فمنشوف الأطفال، المراهقون، الشباب، الكبار، الرجال، النساء، العلمانيون، الرهبان، الآباء، الأزواج والعزاب والأصحاء وذو الاحتياجات الخاصة، بوسطهم موجود الأسقف والراهبة. نعم. وبطبيعة الحال منشوف أنه أمام هاي الجماعة في أطفال، وبعض الأطفال المراهقون هم اللي راح يفتتحوا هاي المسيرة، استنادا لآية إنجيل متى 11:25: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. مشروع السينودوس، نعم، يحتاج إلى جهود الجميع. نعم. يحتاج إلى الكل أنه يستعد لها الحدث لتلبية، نعم، نداء قداسة البابا. مش بس كاهن الرعية، مش بس الراهبة، مش بس الأسقف، كل الفعاليات، الكل منشوف بالشعار الكل مدعو. مدعو. نعم. والكل مشترك. نعم. وحتى بخطاب قداسة البابا يقول أنه الله الآن يتدخل في التاريخ. نعم. الله يمشي بيننا. نعم. فهي الدعوة للكل، ومش مربوطة بشخص، مش، نعم، مربوطة بمنسق أو مسؤول هو يفعل أو يقوم بهاي الأمور. هي مبادرة، هي نوع من القناعة والإرادة أنه أحيي كنيستي. نعم. إحنا بطبيعتنا بنحب الكنيسة تواكب التجديد والتغيير، فهي مسيرة، نعم، رغم ظروف الكورونا، ولكن مقبلين على صيف. نعم. مقبلين على ربيع، مقبلين على أيام خير. نعم. نتمنى أنه يحدث هناك لقاءات، يحدث هناك تفاعلات، ولسه أمامنا باعتبار سنة ونص تقريبا، بين السنة ونص سنتين إن شاء الله. إن شاء الله رح نكون فريق واحد بهذا الإطار. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا التذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس في رسالته إلى المرضى: كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. الكنيسة المارونية في الأردن وفلسطين تحتفل بعيد القديس مار مارون. الحكومة الأردنية تعلن عن إنهاء إجراءات كورونا بالتدرج.
للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursatjo.org. بهذا وصلنا أعزائنا إلى ختام نشرتنا، حتى نلقاكم، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.